بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أسعد الله أيامكم مشاهدينا الكرام، نبارك لكم هذه الأيام المباركة التي نقترب فيها من النصف من شهر شعبان المعظم، ذكرى ولادة بقية الله الأعظم وحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله المدخر لملء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأيضا نحن طبعا نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية، وضمن عنوان هذه السلسلة المستمرة حديث الثقلين سنده ودلالته القسم الثاني عشر. طبعا وتعلمون أن دخول هذا البرنامج في ضمن هذا العنوان وهو حديث الثقلين يريد سماحة آت الله سيد كمال الحيدر أن ينتهي بعد أن أثبت صحة هذا الحديث وأنه هو الحديث المعول عليه بصيغة وعترتي، ينتهي إلى بيان من هم العترة، وهل هم الأئمة الاثنى عشر أم لا، وهل الإمام الثاني عشر موجود مولود أم لا. كل هذا سيأتي تباعا إن شاء الله تعالى. إذن نرحب باسمكم مشاهدنا الكرام بضيفنا الدائم سماحة آت الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله، ونحن نبارك لكم سماحة السيد ذكرى ولادة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نبدأ معكم المحور الأول والذي يحمل هذه الصيغة، ما هو موقف العلامة الألباني من حديث الثقلين بصيغة كتاب إني تارك فيكم الثقلين قلين كتاب الله وسنتي؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الألباني من حديث الثقلين الذي ورد بصيغة كتاب الله وسنتي. في المقدمة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة، وهي أنني رأيت في بعض الكتابات التي صدرت من المبتدئين في علم الجرح والتعديل، وإن كانوا يحملون ألقابا كبيرة أنهم من أهل العلم وأنه دكتور وأنه أستاذ وأنه رئيس جامعة وأنه محقق ونحو ذلك، ولكنه في الواقع هم جملة من المبتدئين في علم الجرح والتعديل. وجدت أنهم يستندون إلى كلام العلامة الألباني لإثبات صحة حديث الثقلين بصيغة كتاب الله وسنتي. يعني لو سألتهم ما الدليل على أن هذا الحديث له سند صحيح بهذه الصيغة، يقولون حسنه الألباني، صححه الألباني ونحو ذلك. في هذه الليلة أنا أريد أن أبين أن هذه الدعوة هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، ولكنه في الضمن سيتضح أيضا للمشاهد الكريم. نحن أشرنا إلى هذه النقطة في أبحاث سابقة ولمرات عديدة، قلنا نحن عندما نستند إلى الألباني أو نستند إلى الأرناؤوط أو نستند إلى أي محقق وعلم آخر، هذا ليس بالضرورة أننا نوافقه في كل ما يقول. إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم، لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة. في كثير من الأحيان أنا إنما أستند إلى كلمات هؤلاء الأعلام والأئمة من المتقدمين والمتأخرين من باب أن لهم مرجعية في الأمة، أو لا أقل لهم مرجعية إلى طائفة واسعة في الأمة، أو لهم مرجعية لطبقة معينة في الأمة، فيكون من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وليس بالضرورة أني موافق على ما يقوله هؤلاء. وكنموذج لهذه الحقيقة إن شاء الله تعالى سيتضح في هذه الليلة أن الألباني صحح هذا الحديث وحسن هذا الحديث. عند ذلك سنأتي إلى الموازين العلمية في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، لنرى أن الألباني أصاب في تصحيحه وتحسينه، أصاب في تعديله، أصاب فيما ذهب إليه، أنه واقعا أخطأ في ذلك. وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى في حلقة هذه الليلة. ولذا من في المقدمة أعتذر للمشاهد الكريم أن البحث قد يكون فيه جنبة علمية
علمية وجنبة مرتبطة بأبحاث تخصصية، لذا أرجو من المشاهد الكريم الدقة والالتفات والتدبر فيما أقول. في المقدمة لابد أن أشير إلى أن العلامة الألباني، وهنا أيضا إذا تسمح لي دكتور، عندما أقول العلامة فلان، الإمام فلان، الحافظ فلان، هذا هو الأدب الذي أدبنا به أهل البيت، وقبل ذلك أدبنا القرآن الكريم على هذا، أننا وإن كنا نختلف مع الآخر ولكنه ينبغي أن نتكلم بلغة المنطق، بلغة الأمانة العلمية، بلغة الأدب، بلغة وعموم، وبحمد الله تعالى نحن جميعا من المسلمين. نعم. والمسلمون جميعا إخوة، الله سبحانه وتعالى جعل الأخوة بينهم، ولذا أحاول بقدر ما يمكنني أن أبتعد من هذا المنطق الذي أنتم تجدونه على بعض الفضائيات، من أنهم يكذبون، أنهم أكذبوا الناس، أنهم عملاء، أنهم مرتبطون باليهود، أنهم مرتبطون باليهود، أنهم 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 إلى غير ذلك. هذا المنطق أنا أعتذر واقعا لا أعهده ولا أعرفه ولا أستطيع أن أتكلم بمثل هذا المنطق. إذن عندما أقول العلامة، أقول الإمام، أقول الحافظ، ليس بالضرورة أني أوافق على كل ما يقول أو أعترف له أنه إمام. نعم. أو أعترف له أنه من أهل العلم، لكنه عرف ولكنه بذلك. عرف بذلك، واحتراما ينبغي أن يشار إلى ما عرف به بين الناس. نعم. طبعا إذا كان هناك خطأ علمي، إذا كانت هناك خيانة علمية، إذا كان هناك اشتباه علمي، ينبغي علينا ماذا؟ أن نبين ذلك ونوضحه للناس. في المقدمة بودي أن أشير إلى أن العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة كان من أشد المدافعين عن تصحيح حديث الثقلين بصيغة كتاب الله وعترة أهل بيتي. أنا أؤكد هذا عنوان، العترة لها خصوصية وراء ماذا؟ وراء أهل البيت. هذه نقطة إن شاء الله سيأتي بحثها مفصلا في عنوان أهل البيت، وهذا ما أشار إليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. المشاهد الكريم يستطيع أن يتابع معي سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع صفحة 355 في ذيل الحديث 1761 1761. الرواية هذه، يا أيها الناس، هو يعبر عنها، يقول حديث العترة وبعض طرقه. الألباني يقول، نعم، في سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. الجزء الرابع صفحة 355. نعم. رقم الحديث 1761. يا أيها الناس، حديث رسول الله، قول. نعم. رسول الله. نعم. إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بعد أن يشير إلى طرق الحديث يأتي في صفحة 358 هذه عبارته، يقول بعد أن ينتقد بشدة جملة من أولئك المعاصرين الذين قالوا أن هذا الحديث بهذه الصيغة ليس له سند صحيح، يقول وفاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات، كما يبدو لكل ناظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا، أنه لم يلتفت إلى أقوال المصححين للحديث من العلماء. أحسن. كثير من العلماء صححوا هذه الصيغة من الحديث، لا مطلق حديث الثقلين ولو كان بصيغة وسنتي، وإنما صححوا بصيغة ماذا؟ وعترتي أهل بيتي، ولا إلى قاعدتهم التي ذكروها في مصطلح الحديث، أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق إلى آخره. إذن العلامة الألباني يصرح أن الحديث بصيغة كتاب الله وعترتي ورد صحيحا وحسنا ومضافا إلى الشواهد والمتابعات. نعم. جيد.
وبهذا تبطل نظرية جملة من المعاصرين الذين كتبوا في هذا الحديث وضعفوا سند حديث الثقلين بصيغة وعترة، ومنهم السالوس إذا يتذكر المشاهد الكريم.